معاكم واحد الدريس درس جديد وانيق كيجي زوين صراحه، يعني سهل تجربه واخا فيه شويه الخدمه، ولكن صراحه كيستحق تجربه كيجي على هذا الشكل هذا، يكون داخل فيه العقيق، عقيق نمره جوج، وهنايا درس البريوه والحبكه، وهنايا في الاول كيتخدم درس الهرم براندا على هذا الشكل هذا. كنتمنى ان الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم وتبقاو معايا حتى الاخير باش تعرفوا على الخطوات ديال هاد الدريس كيفاش كيتخدم وكيفاش كيجي. اذا اول حاجه دائما اللي بغات دير الحبكه على الثوب ديرها، اللي ما بغاتش كتخدم يعني نيشان على الثوب. اذا غنبداو على بركه الله. اول حاجه كنخلي واحد الغرزه خاويه بين هذا الدريس وهذا، كنجي كنخدم واحد الغرزه في الثوب، كنرجع في هذه الغرزه هذه كتلاحظوا كنرجع فيها بحال هكا، كنرجع في هذه العوينه ولا غرزه، كنرجع كنضرب في الثوب، كنرجع في هذه الغريزه اللي تكونت عندي هنايا، كندخل الابره بحال هكا، يعني حصلت على الغرزه الاولى، كنجي لهاد الغرزه هذه الغرزه الثانيه، من بعد كنرجع في هاد جوج ديال الغرزات، الغرزه الاولى الغرزه الثانيه، يعني هاد الدريس بحال اللي كتخدمي في الراندا. كنجي كنضرب في الثوب، كنرجع لهاد الغرزه اللي عندي هنا ما بين هاد الثوب وهاد الغرزه هذه، كندخل الابره، يعني كتكون عندي هاد الغرزه هذه، كنجي كنضرب في الغرزه الثانيه، الغرزه الثالثه، دابا حصلت على ثلاثه ديال الغرزات، كنرجع فيهم دائما الخيط كيبقى لهاد الاتجاه هكا، كتدخلي الابره هي الغرزه الاولى، الغرزه الثانيه، الغرزه الثالثه، كنجي كنضرب في الثوب. الا عندك الحبكه كتخدمي فوق منها، ما عندكش كتضربي غير مباشره فوق الثوب. كنعاود نرجع لهاد الغرزه هذه اللي عندي هنايا، كندخل الابره، كنحصل على الغرزه الاولى هي، كنمشي كنخدم في الغرزه الثانيه، الغرزه الثالثه، الغرزه الرابعه، كنعاود كنرجع فيهم الغرزه الاولى والغرزه الثانيه والغرزه الثالثه والغرزه الرابعه، كنجي كنضرب في الثوب. هاد الدريس يمكن لك انك تكبريه اولا تصغريه على حسب اللي بغيتي، كيجي هاد الشكل هذا شكل الهرم. اذا بحال هكا انا مازال غنخدم فيه، اذا غنرجع الغرزه الاولى الغرزه الثانيه والغرزه الثالثه واربعه خمسه، اذا خمسه ديال الغرزات كنعاود نرجع فيهم دائما الخيط كتلوحي لهذا الاتجاه وكتخدمي الغرزه الاولى الثانيه الغرزه الثالثه الرابعة والغرزة الأخيرة، كنجي كنخدم في الثوب. إذا خمسة ديال الغرزات حصلت على دريس ديال الهرم بهذا الشكل هذا، كتخلي واحد الغرزة الأولى والغرزة الثانية
والغرزة الثالثة هي اللي كتعاودي تبداي فيها هاد التريس هذا، كتعاودي نفس العملية، يعني الغرزة الأولى كترجعي فيها كتبقاي تخلي في التوب، يعني حتى كتكملي القياس اللي بغيتي هاد الشكل هذا ديال الهرم، كتكملي يعني القب ولا الكميم يعني اللي عندك بنفس الخدمة باش خدمنا الدريس الأول، كتعاودي تخدمي الدريس الثاني. اذا دابا غادي نمشيو للمرحله الثانيه باش ما يجيش الفيديو طويل. انا خدمت معكم هذا الدريس هذا ونفس الخدمه كتبقى نفس يعني الشكل، الهرم كتخدميه كتخلي جوج الغرزات كتكملي يعني الخدمه بهذه الطريقه هذه. كنجيب دابا خيط اللي برمشو عليه زوج ديال الشعرات، برا تكون رقيقه، كنثبتها فهاد الغرزه هذه اللي عندي هنايا، بحال هكا. كنجيب رقيقه العقيق النمره زوج، داكشي علاش ضروري البرا انها تكون رقيقه بحال هكا. كنخلي واحد الغرزه وكنضرب الغرزه اللي حداها، كنثبت يعني هاد العقيقه كنثبتها، كنجي كنضرب في هاد الغرزه اللي حداها، كنثبت العقيقه كنجي كنخدم في الغرزه اللي حداها. اذا كنجيب الخيط لهاد الغرزه هذه اللي عندي هنايا، كيبقى شويه مرخوف بحال هكا، كنعاود نرجعو لنفس الغرزه، كنعاود نرجعو حتى كنحصل على ثلاثه، كنحصل على ثلاثة ديال الخيوطة كنحبك عليهم. دائما الحبكة كترمي الخيط على يدك بحال هكا وكتحبكي الحبكة الأولى، ثانية، ثالثة، الرابعة، الحبكة الخامسة. فاش كنوصل للخمسة كنجي لهاد الغرزة اللي تكونت عندي هنايا، كندخل الإبرة وكنلوي واحد زوج، كندير الطريس ديال الواحد، كنرجع الابره في هاد نفس الغرزه، كتجر الخيط لهاد الاتجاه. اذا حصلت على هاد الترويس هذا كنكمل الحبكه، واحد زوج ثلاثه اربعه خمسه، وكنخدم يعني كندخل الابره في نفس الغرزه اللي كنت يعني من قبل خدمت فيها. كنجي الغرزه الثانيه اللي حداها كنخدم فيها، كنرجع كندير الدريس ديال الواحد، كنلوي الدريس ديال الواحد، كنظن كلشي كيعرف الدريس ديال الواحد. كنجي الغرزه الثانيه حتى هي كنخدم فيها الطريس ديال الواحد، وكنجي للرويس هذا كنعاود نلوي واحد زوج، حصلت على الطريس ديال زوج ديال الغرزات. كندخل الابره بحال هكا، حصلت على الطريس، كنجي لهاد الغرزه هذه كنبقى نحبك، يعني الدريس ديال الحبكه ولا الدريس المغلف ولا البريوه كل واحد واش كيسميه، انا ديجا حطاه في القناه ديالي، نخلي لكم الرابط اللي ما كيعرفش شنو هو الدريس ديال البريوه ولا الدريس المغلف. كنحبك عليه خمسة ديال الحبكات، لانني انا الخيط برمه رقيق غير على جوج ديال الشعرات، كنحبك خمسة ديال الحبكات بحال هكا، وكنضرب الغرزة اللي حداه
انا سهل ليا الخيط غنبدل الخيط، هذا الخيط غنبدلو غنبقى غنخدم عليه باش ما يبقاش ليا باين، دائما كندير ليه بحال هكا وكنخدم عليه. بدا ملي تبت يعني الخيط كندخل فيه عقيقه وكنجي لهاد الغرزه هادي نفسها، يعني الغرزه اللي عندي في الراس ديال الدريس هي اللي كنخدم فيها، يعني كتثبتي هاد العقيقه هادي وكتبقاي خدام على هاد الخيط هذا. كنجي الغرزه الاولى كنخدم فيها كنرجع فيها وكنلوي، كنعاود نخدم الدريس ديال الواحد كنجي للدريس الغرزه اللي حداها نخدم فيها، في نفس الوقت راني كنخدم على الخيط كنلوي وكنجي للرويس تاعو وكنلوي، يعني كنخدم بالدريس ديال الزوج ولا البريوة. كنرجع فيه وكنبدا الحبكة، دائما كتجي لهاد الغرزة هادي اللي عندك كتبقي تدخلي الخيط بحال هكا وكتحبكي. الحبكة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، وكنخدم في الغرزة اللي عندي هنايا. مباشرة يمكن لك أنك تقطعي صافي هاد الخيط هذا باش ما يبقاش عندك شك، أو لك تكملي عليه الخدمة. إذا كنجي كنخدم في الغرزة اللي حداها، من موراها كندخل عقيقة باش ندير القوس ديال الجهة الثانية، كنخلي غرزة خاوية وكنخدم في الغرزة الثانية، كندخل الإبرة هاد الغرزة اللي عندي هنايا في الثوب وكنرجع لهاد الغرزة هادي اللي هنا كنخدم فيها خويط يكون مرخوف بحال هكا، كنرجع الغرزة الثانية هي الخيط يكون نفس القياس، كنعاود نرجع ثلاثة المرات. كتقوم بهاد العملية يعني انت كتحصلي على ثلاثة ديال هاد الخويطات وكتحبكي عليهم، الحبكة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، والخامسة. باش كنحبك خمسة كنجي قلنا لهنايا الغرزة هادي كنلوي كنخدم الدريس ديال الواحد، من بعد يعني وانتي شادة الخيط بحال هكا كتكملي الحبكة ديالك خمسة ديال الحبكات، يعني هذاك الرويس هذا ضروري انه يجي في النصف ديال القوس، من ثلاثة، أربعة، خمسة، وكندخل الإبرة في نفس الغرزة اللي كنت ديجا خدامة فيها. صافي كيبقى هاد الخيط هذا كتعاودي تخدمي بيه عاوتاني الدريس الثاني، وكيجي على هاد الشكل هذا.